طيب ديالا لازم اكمل خفق البياض. خذي هذا وخلي احنا ناخذ المقادير. طيب انا حاطه بس هون بياض مع كريمه التارتار اللي هي بتجي بودره مش دائما موجوده، اذا مش موجوده تقدروا تحطوا معلقه خل حتى بتساعد بنفش البيض، وفي 6 معالق سكر تدريجيا عم بضيفهم بعد ما بلش يصير معي الميرانج. كمل. يلا بلزمنا 1.5 كوب طحين، 3/4 كوب سكر بودره، معلقه صغيره بيكنج باودر، 150 جرام زبدة، 3/4 كوب مربى الفراولة، 0.5 كوب لوز شرحات، 4 بياض بيض، 0.5 معلقة صغيرة كريمة التارتار أو خل أبيض، 6 ملاعق كبيرة سكر أبيض خشن. يعني أنا بلشت بالعكس، عم بعمل أول إشي الميرانج اللي هو كان بس بياض البيض مع كريمة التارتار موجودة بالسوق، هاي بتساعد في نفش البياض وبضله هيك جلوسي او بلمع. اللي ما عنده اياه بيقدر يحط معلقه خل او في ناس بيحطوا عصير ليمون. طبعا في 6 معالق سكر ضفتهم تدريجيا، هيدا الاخر معلقه. طب خففي شوي بس، خلصت رح اطفيه لانه معنا اتصال من الكويت. يلا رح اطفيه. الحمد لله عجقه. هلا كثير 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 نوع حلو بسيط بس عن جد كثير طيب. هلا بهذا البول او صحن الازاز رح احط طحين، والطحين حاطه معاه معلقه البيكنج باودر. انا بعمل هيك عشان ما انساها مثلا الخطوات هاي، بس انه هي معلقه بيكنج باودر. ليش السكر خشن؟ وين حطيتي هون؟ هلا هون سكر ناعم رح ينزل، بس مكتوب خشن. الخشن مع الميرانج. ليه بصير ناعم بصير خشن؟ مجربته بالتنين ما حسيت فرق، في ناس بيعملوه بس مع البودره، انا لما جربته مع الخشن لقيته برضه نفس الشيء وبنفشه، يعني ما لقيت فرق. فضلتني عليه. هلا هي السكر الناعم. نجود من الخليل بتحضرك وبتسلم عليك. الله يسعدها. اذا طحين، سكر ناعم، زبده. هلا انا اصلا بعد ما اخلط هاي الخلطه وافردها بهاي الصينيه بدي ادخلها تقريبا 7 أو 8 دقائق على الفرن ونقعد نستنى انا وديالا شوي، فعشان هيك قلت خليني ابلش فيها. طيب اخلطها اذا هيك. خليني اقول لك انه من الرياض الاء فرج الله كمان بتتابعك. هلا هاي الخلطه اللي هي بس كانت عباره عن زبده وطحين وسكر ناعم وبيكنج باودر، بس عم بكبسها بالصينية، هي بتشبه عجينة التارت شوي، مش كتير بتشبهها، يعني إنه فيها طحين وزبدة، بتشبه عجينة الغريبة مثلاً، هيك بتكون بتفت، بس أنتوا لما بتثبتوها بتمسك بتصير زي البسكوت. طيب ديالا هلا بس هيك شوي عملت فيها ثقوب مش ضروري، وبدي أدخلها على فرن حرارته 180 لمدة 8 دقائق تقريباً. ديما دينا بلوي بتطلب منك كرات الترايفل. ترافلز نعملهم من الاشياء اللي ما عملناهم اللي هم كرات الشوكولاته. هلا ديالا بعد ما طلعناها شايفه هلا هي زي طبقه بسكوت، انا بدي اياها هيك لما تبدا تشقر بس، اوكي مش اكثر من هيك. اوكي عرفنا جواب الرز الحامض شو. اوكي عطيني. رورو درباشي بعثت لنا بتقول الرز الحامض اكله لبنانيه لانه امي لبنانيه. اوكي بتوجه لها تحيه، واضح انه ابنها ساكنه في عمان. رقيه الدرباشي. طيب. من الرياض. كيف بنعمل يا رقية؟ شو هو؟ أنا بعرف طريقة الرز الحامض، هاي أكلة شعبية أردنية. شفت كل واحد شكل هلا. هلا بندق ببعض. الرز الحامض أكلة معانية من عنا. لا والله من عنا. لا والله من عنا. هلا بس عم بدهنها بالمربى، ما بتصدقوا شو زاكية. بليز جربوها، جربوها اليوم. طبعا لانها سخنه المربى رح يفرد معانا بسهوله. انا اسفه انا قلت ابو عز البخاري، ابو عز الخالدي، شكرا لإلك. ابو عز الخالدي دائما ببعث، دائما حاطط اسمه بطريقه غريبه صح. عشان هيك بتلخبط. البيض مع العجينه؟ لا البيض خفقنا بالمرعي. بياض البيض لحاله هي بالثلاجه، بس ما بقدر احطه هلا عليها وهي سخنه كثير كثير، عشان هيك عم بستنى. اوكي عشان ما مع انه بدها تدخل فرن، بس هيك بحب شوي تكون الميرانج ماسك معي بعدين احطه. حلوة هاي. ايش ضحكين. احب كثير اعرف مع مين معزومة ديالة، كثير بهمني. يا ويلي. طب يلا قولي لنا. شكله فيش عزيمة. والله ما حدا ناكشها. لا شكلها. يا ستيل اون. ستيل اون. طيب. نيالكم بنرحين مع ديالة. رز ايراني بنحط له رمان ناشف بيطلع حامض كثير. لا طيب. هذاك الرز الايراني شيء ثاني. مش اسمه، له اسم بالايراني، مرة اجت وحدة عملته هون. صح. أشواق من الزرقاء بتسلم عليكي. هلا بدنا نحط اللوز. الثوم البلدي ما بصير أخضر،
التوم مش بلدي اللي بصير الأخضر عن جد ما هيك. مش متأكدة ولا هذه يعني هنا جواب ممكن. بونجور صبايا بونجورين عمل المساكة اليونانية راما المناصير نعملها. وإيش كمان بصير نحط فانيلا بودرة بدل السائلة بالنسبة للكيكة السحرية؟ ما مش أنا اللي عملتها، غادة اللي عملتها فانيلا بودرة. بس طبعا سوري يعني سرحت. أي كيك تقدر تحطوا الفانيلا بودرة بدل السائلة. هلا برح افرجيكم الجاهزين. يعني هلا اذا انا خبزت الطبقه التحتانيه بس 8 دقائق، بعدين حطيت المربى واللوز، واخر شيء حطيت الميرانج، وبرجع بدخلها على فرن حرارته 180 كمان 20 بدخل كمان مره عشان ينطبخ صح من 20 ل 25 دقيقه. في جمانة سعد الدين بتقول لك من وين جبتي هذا المربى لانه ما عم بتلاقي منه. ما عم بتلاقي منه يعني ملي مربى الفراوله مليان السوق. يعني مش انا معين. لا مو انا يعني هذا جاهز مش اللي انا عم يعني مش عملته بالبيت. أوكي. وين الجاهزين؟ هيهم المربى بتلاقيه بالأي سوبر ماركت مربى الجاهز عادي. بدهم شاورما عملناها كتير لحمة وجاج عملت. أحملي يا ديما إن شاء الله بيجيك ولد سميه أوس. الحمد لله الله كريم. بس أنا الحمد لله مكتفية.